مرحبا مشاهدينا. طبعا مثل ما بنعرف ومثل ما بتعرفي حلا انه مثل ما قال العالم ارسطو انه الموسيقى ليست مجرد اداه او اله للهو او المجون، فهي حياه وهي فيها راحه للقلوب. لهيك ببرنامجنا على طول بنحاول نسمع قد ما بنقدر موسيقى. مشاهدينا رح نبدا بفقرتنا اللي نحن دائما بننطرها من بدايه حلقتنا لحتى نتعرف كل مره على مشاركه جديده من مشاركات طلابنا من جميع المحافظات السوريه بفقره من هنا وهناك. Thank you.
الافلام، بس قديش بتكون حلوه الافلام لما بتكون مغموره بالموسيقى. خلينا نشوف سينما الحياه وشيرين شو محضرت لنا. مثل ما عودناكم مشاهدينا على طول بنحاول انه نبلش برنامجنا مع الموسيقى والطلاب، لهيك دائما بفقرتنا موهبه ولحن بنحاول كل مره نتعرف على اله جديده واستاذ جديد وطالب جديد. خلونا نشوف شو محضرين لنا فريقنا لليوم. عنا مجموعة من الأطفال، عنا شي 50 طفل، أغلبهم ملتزمين معنا، عم يجوا بأيام العطل وعم يجوا على التدريبات. أنا مبسوطة كتير بالشغل مع الأطفال، طلعناهم من جو الأزمة ودخلنا الفرح لقلوبهم وهن دخلوا الفرح لقلوبنا، وبتمنى الأيام الجاية كمان يكون الشغل أجمل. نحن شاركنا بالأوركسترا الوطنية لمنظمة طلائع البعث، وهذا الحفل الثاني لإلنا. الحفل الأول كان بدار الأوبرا تكريم الأسطورة الحية الأستاذ صباح فخري، ومنتشكر الأستاذ سليمان لأنه ما بخل علينا بالمعلومات الموسيقية، وبنتشكر المدربين اللي كانوا يدربونا، منتشكر إدارة معهد الحرية لأنه استضافتنا بمسرحها وطيلة أوقات برافاتنا. وهلأ مشاهدينا رح نكون نحن وياكم بفقرة كتير محببة بتحاول كل مرة زميلتنا حلا أنه تعرفنا على نوع من أنواع الفن قديما، يعني بتشبه فقرة أنتيكا شوي. خلينا نشوف نحن وياكم بفقرة راديو زميلتنا حلا شو محضرت لنا لليوم. افتح يا سمسم، يعتبر برنامج افتح يا سمسم أحد أشهر البرامج العربية المعروفة التي تعمل على نشر التوعية والقيم بشكل مبسط وأيضاً تربوي للأطفال، ولذلك البرنامج له شعبية كبيرة في الوطن العربي، ويرجع ذلك لحب الأطفال والكبار للشخصيات الكرتونية التي قامت بعرض محتوى البرنامج على هيئة شخصيات محببة كرتونية. البرنامج من إنتاج مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج العربي، أنتج الجزء الأول سنة 1979 والثاني سنة 1982، وهو مسلسل تعليمي ترفيهي، وهو النسخة العربية من مسلسل أمريكي اسمه شارع السمسم. صورت المشاهد الداخلية في الكويت، وصورت المشاهد الخارجية في عديد من الدول العربية ودول العالم، وشارك فيه ممثلون عرب وأطفال، بالإضافة إلى شخصيات الدمى نعمان وميسون وعبلة والضفدع كامل وقركور وكعكي وأنيس وبدر، وهي شخصيات معروفة ومشهورة في العالم العربي. بهالمكان ما فينك تسمع إلا صوت الفرح، صوت الضحكات وصوت الموسيقى. خلينا هلأ نشوف نحن بدار الأوبرا ثقافة ومعرفة شو محضرت لنا. خلص مشوارنا لليوم نحن وياكم والموسيقى، ومثل ما بلشنا برنامجنا وحلقتنا بالموسيقى أكيد رح نختم نحن وياكم بالموسيقى. لاقونا بفقرات جديدة بالحلقات الجديدة، إلى اللقاء.
مثل البيانو، مفاتيح السود والبيض مثل حياتنا تماما. المفتاح الأسود بدل على الحزن، والمفتاح الأبيض بدل على لحظات الفرح والسعادة. خلينا نعزف على بيانو الحياة أجمل الألحان. وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. إذا مثل كل نهاية معزوف انتهت حلقتنا اليوم معكم، بس أكيد في ألحان جديدة رح نعزفها الحلقة الجاية. إلى اللقاء.